مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم اربع انواع قهوة مشكلة. عنا اول شي مي، قهوة سريعة الذوبان، سكر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط المي، كمان القهوة والسكر، بخفقن مع بعض على سرعة عالية. كل شي رح احطهم بجات اصغر افضل لإلي بالخفق، احطهم بهذا الجات عشان بيتجمعوا اكثر معي، بيصيروا مع اسهل اذا بدي اخفقهم افضل. بسم الله. برجع بخفقهم. انتهينا من التخليط. لنبلش هلا باول طريقة. بحط تلج، كمان بحط ملعقة صغيرة سكر، حليب، خلطهم شوي. هلا منحط الخليط اللي عملته انا وياكم، كمان بخلط على الخفيف. هيدي اول طريقة. هلا الطريقة الثانية، بنكفي الطريقة الثانية. سكر، ثلج كمان، حط مي، كمان بحط خليط القهوة. عرفتوا كيف يعني بدون ما اعمل كل كباية اخفق لها لحال ملعتين طعام سكر وماي ونسكافيه، عملتهم كلهم رجعت مع بعض. هلا بخليطها شوي. هلأ عنا الطريقة الثالثة. حليب سخن، ملعقة سكر، كمان بحط الكريمة. شو ريحة القهوة؟ عن جد كتير كتير رائعة، فيحة بالبيت كله. Thank you.
الطريقة الرابعة بدنا نحط شوكولا بقلب الكباية بهيدا الشكل. كمان بنحط حليب ثلج كمان بخلطهم مع بعض. كمان هلا بحط الكريمة وبحط شوكولا بهيدا الشكل على الوجه بس للزينة. واو بهيدا الشكل. هولي أصناف القهوة اللي عملتهم أنا وياكن، أربع أصناف. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.